وصل الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفه رئيس الحرس الوطني الى العاصمه الباكستانيه اسلام اباد في زياره رسميه وكان في استقبال سموه لدى وصوله الى قاعده نور خان الجويه الجنرال ساحر شمداد ميرزا رئيس هيئه الاركان المشتركه للقوات المسلحه بجمهوريه باكستان الاسلاميه الشقيقه والسفير محمد ابراهيم محمد سفير مملكه البحرين لدى جمهوريه باكستان الاسلاميه وعدد من كبار قاده الجيش الباكستاني وممثل عن وزاره الخارجيه الباكستانيه